قبيل توقيع المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير، مدير المشروع الكوري ينتحر لأسباب غامضة. 80 موقعا سريا مرتبطا بطهران، هدف واشنطن بعد إغلاق سفارتها في بغداد. عقوبات أمريكية تطال 18 مصرفا إيرانيا، وظريف يعدها استهدافا للغذاء والدواء. تحية طيبة، مرحبا بكم. إلى تفاصيل، أعلن مقام الفاو وليد الشريفي انتحار مدير في شركة دايال كورية مسؤول عن تنفيذ ميناء الفاو الكبير. الشريفي ذكر أن المدير الكوري شنق نفسه ليلة الخميس دون ذكر مزيد من التفاصيل، وتفيد المعلومات الأولية بأن المنتحر هو ذاته المدير الذي تعرض لاعتداء من إحدى الفصائل المسلحة في آذار العام الحالي، استدعى تدخل رئيس الوزراء في حينها عادل عبد المهدي. في غضون ذلك، قالت وزارة النقل إن العمل مستمر في ميناء الفاو الكبير على الرغم من انتحار المدير الفني للشركة الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع. الوزارة ذكرت في بيان إنها تعزي الجانب الكوري بالحادث، مشيرة إلى أنها لن تؤثر على المضي قدما في تنفيذ الميناء. ونقل البيان عن الشركة قولها إنها تمتلك من الخبرة والخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء، لافتة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث. لمعرفة تفاصيل أكثر عن حادثة الانتحار ينضم إلينا من البصرة مراسلنا سعد قصي. سعد، مرحبا بك. ما الجديد في هذه القضية؟ مرحبا. التحقيقات يعني بحسب الجهات المسؤولة جارية في موقع ميناء الفاو وفي داخل مقر شركة دايول الكورية لكشف ملابسات انتحار مدير الشركة. يعني هناك من يتحدث أن الرجل ربما لم يقدم على الانتحار، وربما تكون جريمة، وهذا ما سيثبته التحقيق. في ظل هناك من يربط أن حادث الانتحار جاء بعد فترة من توقيع عقد الشركة، شركة دايول الكورية، مع وزارة النقل للمباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير. وهناك من يعتقد أن الحادثة جاء لتعطيل هذه المرحلة وإنشاء المشروع بعدما وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات بين الجانبين الكوري والعراقي. كذلك هناك من يربط أيضا بقضية التهديد التي تعرض لها مدير الشركة في وقت سابق، وعلى إثرها تدخل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لحلحلة هذا الموضوع بعدما شهدت المنطقة التي يتواجد فيها مقر الشركة وميناء الفاو الكبير سلسلة من التظاهرات. هناك من قال هذه التظاهرات هي مدفوعة من جهات سياسية وحزبية، الغاية منها هو يعني الحصول على مشاريع ثانوية من قبل الشركة الكورية. كل هذا يعني ربما ستثبته التحقيقات. الأهم أيضا أن الشركة الكورية لم توقف أعمالها، اتصلنا في مصادرنا في داخل مشروع ميناء الفاو الكبير، وأكدت أن آليات الشركة الكورية ما زالت مستمرة في العمل المناط بها، لم تتوقف الشركة رغم الحادث الذي سجل في مقرها. والحادث بحسب المصادر يعني عامل النظافة في داخل مقر الشركة هو من تم أو من كشف عنه بعد يعني من خلال قيامه بواجباته اليومية في تنظيف القاعات، حيث وجد رئيس الشركة شانقا نفسه بسلك بحسب المصادر في قاعة على ما يبدو بأنها قاعة رياضية في داخل مقر الشركة. أيضا هناك من يتحدث عن وجود يعني حسب الحديث الشعبي الذي بدأ يتداول هنا عن وجود مؤامرة الغاية منها هو تعطيل مشروع ميناء الفاو الكبير، هذا المشروع الذي كان ينتظره العراقيون كثيرا خصوصا في ظل الأزمة المالية الحالية، يعول عليه في أن يكون اللبنة الأولى لبناء مشروع اقتصادي يساهم في حلحلة الأزمات المقبلة وتوفير دخل مالي مهم للعراقيين من خلال
يعني حجم التبادل الاقتصادي الذي سيكون فيه الميناء في حال أنجي وتم تشغيله. أما سعد قصي مراسلنا من البصرة، شكرا جزيلا لك سعد. قرر قادة حراك تشرين وقف مسيرتهم الموحدة إلى كربلاء لضمان أمن الزائرين ولقطع الطريق أمام من يحاول العبث بالانتفاضة وتشويه صورتها، وفق بيان صدر عشية مراسيم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. المحتجون ذكروا أن التصرفات الفردية من قبل أشخاص غير معروفي الجهة أو الانتماء لا تمثل تشرين، تعقيبا على شعار رفع في المسيرة التي تم انهاؤها بالقوة في منطقة ما بين الحرمين في كربلاء. مصادر مطلعة أبلغت يو تي في بأن قادة الحراك تلقوا نصائح بتفادي أي احتكاك، ولذلك قرروا إيقاف مسيرتهم وعلى نطاق واسع، نظرا إلى الانسحاب على أنه جزء من مساعي التهدئة بعد أحداث كربلاء الأخيرة. واستعرضت فصائل مسلحة في مسيرة ضمن مراسيم زيارة الأربعين في كربلاء بحضور عدد من قادتها، وخلف لافتة كتب عليها موكب فصائل المقاومة سار شبان يرتدون زيا عسكريا في كراديس وهم يحملون أعلاما عراقية ورايات بعض الفصائل، فضلا عن صور المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس. وأشارك في المسيرة التي انتهت في العتبة الحسينية زعيم كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي والناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي والنائب فالح الخزعلي. كشفت التوترات الأخيرة في مدينة كربلاء على خلفية مسيرة تشرين الموحدة عن مؤشرات لحدوث انقسام اجتماعي يحاول الناشطون والفاعلون في الحراك التهدئة لتجنب تحوله إلى سيناريوهات خطيرة. حتى قبورهم مقلقة لمن احتجوا على عبثهم بالبلاد. محتجو تشرين ملاحقون وهم أموات. فبعد نحو عام على استشهاد عمر سعدون في مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، يستباح قبره في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف بأيد مجهولة. ومهما كانت فإنها مؤشرات خطيرة عن حدوث انقسام مجتمعي بشأن الحراك. ناشطون رجحوا بأن وجود صورة الشهيد عمر ضمن مجموعة صور لكوكبة من شهداء تشرين رفعت في ضريح الإمام الحسين هو السبب فيما جرى لقبره. ومع ذلك فإن هناك من يحث المحتجين على عدم الانجرار إلى محاولات خلق الفتنة. حاليا جاي يصير في كربلاء أنا بالنسبة لي أعتبرها شبه فتنة. تعرفون ليش؟ خاصة اللي يدعي بالتصعيد يم الإمامين. هاي الخطوة دير بالكم منها قسم بالنبي محمد. شايفين صار بينا بحادثة الوثبة من دقوا الناقصة من كتلة واحد وعلقوه، هاي الدقة اعدالها بآلاف المرات. حملات تحريض مكثفة انطلقت ضد محتجي تشرين بعدما جرى في كربلاء من تفريق عنيف لموكب المحتجين المشاركين في مراسم زيارة الأربعين، وقد جرت محاولات لجر العشائر إلى حفلة التحريض، غير أن زعماء عشائر ورجال دين اتخذوا موقفا مساندا للمحتجين فاجأوا به من سعى إلى استخدامهم في ضرب الحراك. ناشطون فاعلون في الحراك يراقبون هذه التحولات بقلق بالغ، خشية أن تتحول إلى مقدمات لانقسام داخل المجتمع بالاستفادة من أحداث تتفاقم بالتحريض كما حدث في الأيام القليلة الماضية. هذا الانقسام لو حدث سيكون مؤثرا على قدرة تشرين في التأثير على مسار الأحداث. قطع محتجون في ذي قار ثلاثة جسور في مدينة الناصرية بإطارات محروقة. مراسلنا في ذي قار قال إن المحتجين قطعوا جسور الزيتون والحضارات والنصر وسط الناصرية، مضيفا أن ذلك جاء احتجاجا على اعتقال بعض من المحتجين في كربلاء عند الزيارة الأربعينية. عبر الهاتف ينضم إلينا مراسلنا من ذي قار أحمد السعيدي. مرحبا بك أحمد. أحمد، ما الذي يحدث في الناصرية؟ مرحبا علي، تحية لك وللمشاهدين الكرام. ما حدث في الناصرية ليلة أمس هو قطع جزئي لجسر الحضارات ولجسري الزيتون
والنصر والقطع لم يستمر سوى لأقل من ساعة، ثم عاد المتظاهرون من ساحة الحبوبي ليفتحوا هذا الجسر مع نشر لعدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي والمقاطع الفيديوية والتي تؤكد بأن من قام بقطع الجسور لن يمثلوا ساحة الحبوبي. إذن من هم أحمد إذا لم يكونوا يمثلوا أو من ضمن شباب تشرين في الحبوبي؟ يعتقد بعض الناشطين في الخيرات في ساحة الحبوبي أنهم ينتمون إلى جهات قريبة من الأحزاب تحاول إلى تصعيد الموقف وجر الموقف إلى التصعيد وإلى تأليب الشارع ضد المتظاهرين، وبذلك أعلن المتظاهرون في ساحة الحبوبي براءتهم من هذه العمليات القتل، وبالتالي نشروا كثير من المقاطع الفيديوية التي تؤكد عدم تدخلهم في هذا الأمر، وقاموا بعد لحظات بفتح الجسرين وعادت حركة الجسور في مدينة الناصرية منذ القطع حتى اللحظة فهي تسير بانسيابية تامة ويعني بشكل طبيعي جدا. إذن أحمد، شباب الحبوبي تبرأوا من هذه الجماعات، ما دور القوات الأمنية وكيف رد فعلها على قطع هذه الجسور؟ يعني عادة علي القوات الأمنية ومنذ انطلاق تظاهرات تشرين وبعد المجازر التي حدثت وسقوط عشرات الشهداء في مدينة الناصرية يعني أخذت استراتيجية عدم التدخل والاحتكاك بالمتظاهرين، عمليات قطع الجسور وقطع الطرق تترك حرية الفتح والقطع للمتظاهرين دون التدخل ودون الاحتكاك، منعا من حدوث يعني عمليات مصادمات أو وقوع ضحايا، وبالتالي تتم عمليات فتح الجسور أو الطرق عادة عن طريق التفاهم وإقناع المتظاهرين ويعني عن طريق الطرق السلمية والمفاوضات. نعم. أحمد السعيدي من ذي قار، شكرا جزيلا لك أحمد. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير أن أمريكا وضعت قائمة من 80 موقعا عراقيا مرتبطا بفصائل مسلحة تسعى إلى استهدافها إن قامت بإغلاق سفارتها في بغداد، وتشمل تلك المواقع وفقا للتقرير المقرات السرية والملاجئ لكل من منظمة بدر وعصائب أهل الحق، فضلا عن مواقع مرتبطة بكتائب حزب الله. ونقل التقرير عن زعماء سياسيين وقادة مجموعات مسلحة قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك مئات من صور الأقمار الصناعية للمواقع 80 مع الرئيس العراقي برهم صالح خلال مكالمة هاتفية في 20 أيلول. تترقب الأوساط الشعبية والسياسية نتائج اللجنة التي شكلها الكاظمي للكشف عن أسماء الجهات المتورطة باستهداف البعثات، فيما تشير تسريبات من داخل اللجنة إلى أنها حددت بالفعل إحدى تلك الجهات. هدوء حذر يخيم على مشهد الكاتيوشا وترقب لعاصفة قد تسبق ذلك الهدوء. 3 أيام مضت على آخر صاروخ سقط في محيط المنطقة الخضراء، والأنظار تتجه صوب لجنة الكاظمي للتحقيق في استهداف البعثات التي ستكشف خلال 30 يوما الجهات المتورطة في عمليات القصف. تقول مصادر أمنية من داخل اللجنة إن المحققين حددوا بالأدلة الفصائل المسلحة المتورطة في إطلاق الصواريخ عن طريق المعلومات الاستخباراتية ومتابعة كاميرات المراقبة التي أظهرت هوية هذه المجاميع ومن ساعد في تنفيذ الهجمات وقدم الدعم والمعلومات لهم، فيما تشير المصادر إلى أن الكاظمي سيصدر قرارا في ضوء تلك التحقيقات بالتوافق مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء الأعلى. يعملون على تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراع. حكومة الكاظمي العالقة بين فكي السلاح والاقتصاد المنفلتين تبحث عن خيارات آمنة، وتركز حاليا على احتواء ردود الأفعال الغاضبة التي قد تظهر فور الكشف عن أسماء الأطراف العابثة بأمن البعثات،
وذلك من خلال إشراك شخصيات مقربة من الفصائل في التحقيقات الجارية كقاسم العرجي وفالح الفياض. أما واشنطن ودول البعثات فهم ينتظرون من بغداد نتائج مطمئنة تثنيهم عن قرار الرحيل. لحسابات انتخابية معقدة تتخوف فصائل مسلحة في العراق من تأثير الغضب الشعبي على حظوظها في جولة التصويت المبكر العام المقبل وأضعاف الغطاء السياسي الذي يوفره لها البرلمان. الفصائل المسلحة قلقة على حجم حظوظها في الانتخابات المقبلة، خلاصة تقرير لصحيفة العرب اللندنية. التقرير أورد أيضا أن الفصائل تجد نفسها اليوم محاصرة شعبيا بعد تراجع شعبيتها في البلاد بسبب اتهامات ضلوعها في تعكير أوضاع العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا. حركة الاحتجاج الأخيرة تحولت على ما يبدو إلى كابوس للفصائل المتخوفة من أن تقلب تشرين أوزان القوى السياسية في البرلمان المقبل. سيناريو 2018 الذي حققت فيه الفصائل مشاركة واسعة وتصدرها لوائح الانتخابات لا يبدو أنه سيتكرر هذه المرة، والأساليب التي استخدمت قبل تشرين لا يبدو أنها ستؤتي أكلها ما بعدها، فالمزاج الشعبي يضغط باتجاه تغيير واسع للمشهد السياسي، ولعل لدى العراقيين فرصة لتحقيق انتقال سياسي يطلق عجلة الإصلاحات العميقة. في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا. الوزارة أصدرت رخصة عامة لإيقاف تحويلات مالية محددة تتضمن مؤسسات مالية إيرانية، فيما عدت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات. إلى ذلك، عد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عد العقوبات الأمريكية الجديدة استهدافا لما تبقى من قنوات مفتوحة أمام بلاده لشراء الغذاء والدواء. وفي تدوينة له على تويتر قال ظريف إن الإيرانيين سينجون من هذه الأعمال التي وصفها بالوحشية، مضيفا أن التآمر لتجويع السكان يعد جريمة ضد الإنسانية، والمذنبون والمساعدون بذلك من الذين يمنعون الأموال الإيرانية سيواجهون العدالة على حد تعبيره. أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجراء مباحثات مع الجانب المصري لعقد قمة مشتركة في العاصمة بغداد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي. الوزارة قالت في بيان إن السفير العراقي في القاهرة أحمد الدليمي التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، وأعرب له عن تطلعه للتعاون بين الحكومتين في جميع المجالات، لا سيما نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية والوجود الواسع والمشاركة القوية لشركات الطاقة في العراق. قال مواطنون في بغداد إن سبب تأخر دفع رواتب موظفي الدولة يعود إلى الفساد وسوء الإدارة المتراكم منذ سنوات، فيما أكدوا أن المشكلة أثرت على جميع الشرائح وليس الموظفين فقط. أثرت علينا مو على المجتمع العراقي كافي، يعني أنا عندي تاكسي أفطر بالشارع ماكو شغل. الحقيقة بالنسبة للراتب يعني أبدا ما يكفي، يعني 15 10 بالشهر هاي هواية، فده نضطر نشتغل أهلي. كل أفراد الشعب العراقي متأذين من ناحية كان كاسب أو كان موظف أو كان مدير أو كان فلان شيء زين، كل الشعب العراقي وطبقات الشعب العراقي متأذية، حتى الغني متأذي لأن تجارته واقفة. ممكن تعتمد الحكومة على الاقتراض الداخلي من المصارف الأهلية حتى من المصارف الحكومية، ممكن تعتمد على علاقاتها العالية بالدول. الله منطينا نعمه بس القياده السياسيه مالتنا فاشله. شلون مثلا عندنا قطاع الزراعه شغل هسه ملايين الموظفين. للحديث اكثر ينضم الينا الخبير الاقتصادي مازن الاشاقر. مرحبا بك سيد الكريم. دفعت الرواتب لهذا الشهر، ما خطط الحكومه للاشهر القادمه؟
أولا شكرا للاستضافة. لا أعتقد هناك أي خطة استراتيجية. بالحقيقة طلبوا شهر السادس الماضي 15 تريليون دينار، وبالفعل تم أخذ هذه القروض، وهذه 15 تريليون دينار المفروض للشهر السابع والثامن والتاسع. معنى هذا أنه المبلغ يكفي إلى 3 أشهر، لكن مع هذا طلبت وزارة المالية من البرلمان بتخويلها بأخذ المزيد من القروض. إذن لا توجد هناك خطة، وإنما هناك فوضى. لا نعلم إن إذا كانت أسعار النفط سترتفع في الشهر العاشر لكي يدفع الرواتب. اليوم الدراسة التي أجريتها على الموازنة يعني موارد النفط لا تكفي حتى إلى دفع الرواتب. نسبة العجز 55% من الموازنة، هذا رقم رهيب بالحقيقة. الذي أجريته أيضا هو ما أسميته بالمصاريف التبذير، التبذير في الموازنة العراقية. فقط المزاد العملة يخسر العراق 6 مليار دولار، الحصة التموينية تخسر العراق 2 مليار دولار، ويعني قائمة طويلة، الفضائيين في البيشمركة، الفضائيين بالجيش العراقي وبالشرطة. فقط السيد رئيس الوزراء الأسبق قال أنه الحشد الشعبي 150 ألف منتسب، الحقيقي هو 60 ألف، 90 ألف من الرواتب هي فضائيين، يقال أن تذهب إلى دول الجوار. حتى الرئيس الأسبق إلى هيئة التقاعد قال 106 ألف راتب شهري يذهب إلى إيران، فضائي أيضا. يعني جمعت كل هذه المعلومات أصبح المجموع 17.5 مليار دولار سنويا تبذير، ما يعادل 21 تريليون دينار. هذا التبذير الذي يوزع على هذه الفئات والأشخاص والفضائيين، لو قسم على الشعب العراقي على كل عائلة ستحصل على 300 ألف دينار، أو لنقول 250 دولار شهريا. بهذه الخطوة البسيطة اليوم نستطيع أن نفعلها، سننهي من 30% تحت خط الفقر، أو ننهي من مشكلة الأشخاص. سيد مازن إذا تسمح لي، عن العمل سيعطي فرصة للعراقيين للتفكير. تفضل. سيد مازن، جميع الحكومات جميع الدول تعاني من أزمة اقتصادية، وهذا طبيعي ووارد جدا، لكن بالعادة يوجد خطط بديلة، أي بي سي، هناك خطط. يعني لماذا بلد مثل العراق، بلد نفطي، لا يملك أي خطة بديلة؟ طبعا هاي مشكلة تراكمية ومعقدة ومتجذرة. الفكر العراقي يعتبر، يعني أنا أسمي الفكر الاشتراكي الشيوعي الذي ورثناه منذ انقلاب 1958، أن الشعب هو عبء على الدولة، الشعب لازم نأكله، لازم نجد له وظائف، لازم نعطي صحة. الفكر المتنور في الغرب، في أوروبا، في شمال الولايات المتحدة، أن الشعب هو ثروة، كيف نخلق من هذا الشعب منتجين ليعملوا في المصانع والمزارع وفي المنتجعات السياحية. فعندما نغير تفكيرنا سنستطيع أن نقول للشعب نحن لدينا ثروة كبيرة من المنتجين، من المتخرجين، من الشباب، من الطاقات، لكننا نقول لا، يجب أن نغذيهم، يجب أن نوفر لهم. فهذا التفكير إذا لم نغيره سوف لا نستطيع أن نبدأ في حل هذه المشكلة. هذا الشعب يريد أن يعمل، وليس يريد أن يجلس في البيت ويستلم الرواتب. هذا الشعب نابض. ترى العراقي عندما يذهب خارج العراق ينجح، لأن يستعمل عقله وينجح، لكن في داخل العراق باعتبار المنظومة فاشلة والأحزاب الفاسدة هي المهيمنة. الحل برأيي، الحل الرئيسي هو استرداد الأموال المنهوبة. 350 مليار دولار سرقت من أموال الشعب خلال 17 عاما. لو استرجعوا ربع هذا المبلغ سيكفي لدفع الرواتب لسنتين 2021-2022. فقط استرداد الأموال المنهوبة. لماذا يطالبون من الموظف المسكين بدفع ثلث راتبه؟ للعلم نسبة الفساد في العراق 30%. يعني العقد 100 مليون دينار، العقد 30 مليون دينار يذهب إلى جيوب الفاسدين من الأحزاب السلطة والشركات التي يدعمها. فإذا نعم، عذرا على المقاطعة سيد مازن، انضمام العراق، انضمام العراق إلى بنك الاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى سيؤثر ذلك؟ ما فوائد ذلك، ما تبعاته، وما فوائده للعراق؟ الانضمام إلى هذه البنوك هدفه أن نأخذ القروض من هذه الدول، من هذا البنك. البنك لا يعطي قروض لدفع الرواتب. يعني لأشبه هذا الموضوع، لديك جيران في المنطقة ابنه مدمن على المخدرات،
راتبه مليون دينار ولكن في نصف الشهر ينتهي الراتب، فيأتي الجيران يطلب منك أنه تعطيه مليون دينار لأن ابنه مدمن على المخدرات. يعني بهذه الصيغة البنوك العالمية إن كان البنك الأوروبي أو الدولي ينظر إلى العراق، لدينا فشل في إدارة موارد الدولة والحكومة فقط تدفع رواتب، فكيف تطلب أن تأخذ القروض من أجل الرواتب؟ القروض تعطى لبناء المصانع والزراعة والسياحة والمشاريع التنموية، هذا السبب الرئيسي لإعطاء القروض، ليصبح صاحب القرض مستفيد، يأخذ نسبة 5% 3%، ولكن كيف تعطي أموال إلى شخص مدمن على الرواتب أو مدمن على المخدرات؟ طبعا العراق لا يحتاج إلى أكثر من مليون موظف، هذا بديهي، لكن اليوم لدينا 4.5 مليون موظف، لماذا لدينا كل هذه الأرقام؟ كل رئيس وزراء يدخل 0.5 مليون ربع مليون موظف لكي يكسب على الأصوات في الانتخابات، وليس الهدف لزيادة إنتاجية الدولة العراقية، ما تزال إنتاجية الدولة العراقية جدا ضعيف. هناك دراسة أجريت على الموظف العراقي كمعدل 4.5 مليون، العمل الذي يقوم به يوميا هي 30 دقيقة، من 6 أو 7 ساعات وجوده في الدائرة فقط 30 هي سيد مازن، إذا تسمح لي بسؤال أخير. لدينا كل هذه سيد مازن، أسعار النفط انخفضت لكن التصدير لم يتوقف، إضافة إلى إعادة السيطرة على بعض المنافذ الحدودية التي تدر مليارات. سيد الكريم، لماذا نعاني من ميزانية خاوية؟ لنأخذ الموضوع بالشقين، شق النفط. بالنسبة للنفط، اليوم العراق هو جزء من منظمة أوبك، لا أدري لماذا نحن يعني مجبورين أن ندخل في منظمة أوبك. بريطانيا والمكسيك وروسيا دول منتجة ومصدرة للنفط ولكن ليست جزء من منظمة أوبك، فأنا أناشد أن نخرج من أوبك لكي نصدر بكميات التي نرغب في تصديرها. اليوم العراق بإمكان أن يصدر 5 مليون برميل، لكن بسبب وجودنا ضمن منظمة أوبك اختصرت تصديرنا إلى أقل من أعتقد 3.5 مليون برميل. المشكلة الثانية هو انخفاض سعر النفط. العراق يعني ليس لديه على أي سيطرة على ارتفاع أو انخفاض سعر النفط، فهذه مشكلة. المشكلة الأخرى أنه لدي العراق بحاجة إلى رأس مال قوي يدخل العراق، فإذا دخل العراق وطلب للانضمام في منظمة في مجلس التعاون الخليجي، هذه الدول في مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى فرص استثمارية مثلما العراق بحاجة إلى فرص عمل. إذا هناك تكامل بين الاقتصاد الخليجي والاقتصاد العراقي. أعتذر لضيق الوقت، الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر. سيد الكريم، شكرا جزيلا لك. استجاب السفير البريطاني ستيفن هيكي لتحدي شيف عراقي مقيم في لندن بطبخ القيمة على الطريقة النجفية. هذه التجربة ليست الأولى لهيكي في المطبخ العراقي. من السياسة إلى عالم الترفيه، السفير البريطاني ستيفن هيكي يقبل تحدي شيف عراقي مقيم في بريطانيا بطبخ القيمة على الطريقة النجفية. وفرحان بتحدي طبخ القيمة، راح أحاول أساويها بطريقتك وأحكي لك إلى يسير بعدين. لكن هذه ليست التجربة الأولى لهايكي في المطبخ العراقي، وفي محاولة لكسب المزيد من التفاعل مع الجمهور العراقي استخدم السفير مصطلح طن ملح للشيف شاهين خلال تطبيق وصفة القيمة، فضلا عن استخدام الأدوات المنزلية البديلة. أضيف طن ملح. هيكي فعال على مواقع التواصل الاجتماعي وقد جذب انتباه المتابعين لطريقته غير التقليدية بالنسبة لسفير أجنبي في العراق، فيما بدأت تجربته مع الأطباق العراقية في مدة الحجر المنزلي منذ ظهور وباء كورونا، واستغلها بإعداد الكباب والدولمة والخبز العراقي. الفلفل مع بعض كعدكعة. الكثير من المعلقين العراقيين أعجبوا بمبادرة السفير، في حين علق بعض منهم بطريقة مازحة على طريقة إعداده للأطباق العراقية، بينما وجه بعض آخر الدعوة إليه لتناولها في بيوتهم. كان في كباب دولمة، الدولمة كانت أفضل بكثير مقارنة بالدولمة يلي أنا طبخت. شعبية سفير هيكي ازدادت خلال الفترة الماضية حتى تصدر سفراء بلده من حيث المتابعة على مواقع التواصل،
وقد حظي بمشاركات رقمية عديدة بعد أن حصلت مغامراته في الطهي على عشرات الآلاف من المشاهدات. اللحظة الحاسمة. بنيت في وسط 5 مطارات عسكرية خلال الحرب مع إيران، استغل أغلبها باستثناء مطار البشائر الذي بناه اليوغسلافيون في 80ات القرن الماضي. طيار سابق عمل في المطار تحدث لليو تي في عن قصته في هذا التقرير. على بعد 80 كيلومترا إلى الجنوب من واسط، وتحديدا في قضاء البشائر، مطار عسكري شاهد على إحدى أطول الحروب في القرن الماضي بين العراق وإيران، شيدته شركة يوغسلافية عام 1982، واستخدمه الجيش العراقي مطارا احتياطيا لطائرات قاعدة أبو عبيدة الجوية في الكوت. هنا من هذا المطار نفذ الطيران العراقي ضربات جوية خلال الحرب مع إيران، وكان مليا بالطيارات والدبابات والمدافع والآليات، لكنه بات اليوم مهجورا وقد سرقت طائراته ومعداته في عام 2003. يقول طيارون سابقون إن المطار العسكري كان متكاملا وأسس وفق مواصفات عالمية، لكنه تعرض للتخريب وقد سرقت طائراته وآلاته العسكرية. الاستخدام الرئيسي هو في يستخدم لانتشار الطائرات في الحالات الطارئة اللي كانت موجودة أثناء الحروب، ويستخدم أيضا في حالة ضرب المطار الرئيسي أو تعطيله أو توقف الطيران لأسباب يعني مناخية جوية أو أسباب أخرى عسكرية أمنية، فيمكن الطيارين اللي طايرين في هذه المنطقة بذيك اللحظة يمكن ينزلوهم في المطارات الثانوية. وتبلغ مساحة المطار بحسب خارطته 30,000 دونم، ويضم مدرجا بطول 3,800 مترا ومدرجين أحدهما يبلغ طوله 3,800 مترا، فضلا عن ساحات لوقوف الطائرات وملجأ ومحطات لتوليد الطاقة. طبعا المطار هو متكون من مدرج طوله 3 كيلومتر وملاجئ حديثة قسم منها نووية ومحطة لتوليد مكان لتوليد الطاقة الكهربائية والماء وبعض المقرات الأخرى ممكن أن تدار القاعدة من هناك أو المطار الثاني. ويعد مطار البشائر الذي تعرض إلى القصف خلال الغزو الأمريكي للعراق واحدا من بين 5 مطارات بنيت خلال الحرب مع إيران، استغل 3 منها باستثناء هذا المطار وواحد آخر بقي على حاله لم يستثمر حتى الآن، على الرغم من حاجة البلاد إلى مطارات عسكرية ومدنية. من ناحية البشائر في محافظة واسط، حمزة الأسدي، يو تي في. كشفت أذربيجان عن رصدها اتصالات في إقليم كاراباخ لعناصر من حزب العمال الكردستاني ممن يقاتلون إلى جانب أرمينيا وقيادتهم شمالي العراق. كذلك أكدت أنها عثرت على جثث لعناصر من البكاكة بين قتلى القوات الأرمينية. بعد تواتر الأحاديث عن وجودهم في إقليم كاراباخ وقتالهم إلى جانب أرمينيا، أذربيجان ترصد اتصالات لمقاتلي حزب العمال الكردستاني مع قادتهم في شمالي العراق. بحسب ما أعلنته أذربيجان، فإن الاتصالات المرصودة تتحدث عن خسائر كبيرة في الجانب الأرميني وفاعلية للطائرات المسيرة سيها التي يستخدمها الجيش الأذربيجاني في الحرب الدائرة هناك. معلومات أخرى كشفها السفير الأذربيجاني في تركيا هازار إبراهيم حول وجود عناصر البيكاكا في أذربيجان، الذي قال إن بلاده عثرت على جثث لمقاتلين أكراد بين قتلى القوات الأرمينية. من العراق مرورا بإيران ثم أذربيجان، طريق طويل قطعته قوافل مقاتلي حزب العمال الكردستاني للوصول إلى إقليم كاراباخ. وبحسب مصادر تركية، فإن الرحلة بدأت في أغسطس عبر محافظة السليمانية ثم مدينة سابس الإيرانية ومنها إلى كرمنشاه وصولا إلى كاراباخ والموت هناك. في لعبة الحرب لا بد من أدوات دائما، إحداها عناصر حزب العمال الكردستاني، فالحزب حليف لإيران المؤيدة لروسيا في دعمها لأرمينيا ضد أذربيجان حليفة تركيا. مشاهدينا، النشرة مستمرة وفيها أيضا. جاموس الأهوار ينتج ذهبا أغلى من البترول ب16 مرة، وقطعانه الثانية عربيا بعد مصر.
تستعد الموصل لاستعادة تحفها المعمارية ومن ضمنها جامع الموصل الكبير بعد مرور 35 عاما على وضع أول حجارة لبنائه. منذ عام 1985 وحتى أشهر قليلة، وجامع الموصل الكبير ما يزال قيد الإنشاء، والأسباب كثيرة أهمها وضع العراق. والعمل جاري ومستمر ما بعد داعش، شركة جادكس اليابانية القائمة بالمشروع هي التي تعمل، وعملها إن شاء الله تحت الرقابة وتحت إشراف المهندس المقيم. وهناك تخصيصات مالية متغيرة حقيقة، هي من ديوان الوقف السني ومن بغداد وليس من نينوى، ما نعلم حقيقة مقدارها، لكن الحمد لله الأمور جارية، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة سيفتتح هذا الجامع الصرح الكبير لنينوى. ليس معلما دينيا فحسب، إنما تحفة معمارية هي الأكبر في المدينة بست عشرة قبة صغيرة تتوسطها قبة كبيرة بارتفاع 64 مترا ومئذنتين على شكل زهرة اللوتس. أما الأبواب والشبابيك ونقوش الجدران فقد صممت وفقا للطراز العباسي. مساحته الإجمالية 75 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة قاعته 6000 متر مربع تتسع لخمسة آلاف شخص، فضلا عن قاعة اجتماعات كبيرة وأخرى للمناسبات ودار ضيافة بثلاث طوابق وثلاثة منازل للأئمة والموظفين. المنشآت اللي يحتويها الجامع هو الحرم الرئيسي والمناطق الوضوء ومصلى النساء والأبنية المستحدثة اللي تضم قاعة المؤتمرات وقاعة المناسبات ومعها قاعة المكاين. أقواس طبعا عباسية عندنا وقباب ثمانية، زين ثمانية صغيرة وثمانية وسط والقبة الرئيسية الكبيرة. وللمسجد بنيته التحتية الخاصة به بدءا من محطة لتنقية المياه وأخرى للكهرباء وانتهاءا بمراكز لمعالجة مياه الصرف الصحي. بحروب وحكومات توالت على العراق 35 عاما مرت على أول حجارة وضعت لبنائه، وكلما بدأت شركة بالعمل فيه غادرت، والمسجد ضمن صفقات الفساد والإجراءات البيروقراطية التي تتبعها السلطات المعنية. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في. مع بدء موسم تصدير التمور طالب مختصون بضرورة اتباع وسائل حديثة في تغليف وتعبئة التمور لمضاعفة أسعارها بدلا من الاعتماد على وسائل تقليدية تجعلها غير قادرة على منافسة المستورد. البصرة واحة النخل العراقي والمنتجة لأجود أنواعه، ما زالت تسوق تمورها بطرق بدائية لا تنسجم مع أساليب التعبئة والتغليف الحديثة التي تزيد من قيمة المنتج الزراعي. بسلال من جريد السعف وأكياس بلاستيكية توضع التمور وتطرح للأسواق الغارقة بالمنتجات ذاتها المستوردة من إيران ودول الخليج والمعبأة بأشكال تجذب المستهلكين. يعني التسويق بصناديق ومفتوحة ومكشوفة والأتربة وانت تاخذها بالبيت تنظفها ترتبها، ما شفنا في محلات تهتم بالتسويق والتغليف والترتيب. هسه مثل التمور جات تجي من الخليج، يعني الناس تنجذب للباكيت قبل تنجذب للتمرة. الاهتمام بتعبئة التمور والترويج لها يزيد من أثمانها في الأسواق ويحسن من أرباح الفلاحين يقول مختصون، لكن المثير أن لا أحد يهتم بتطوير صناعة التمور في البلاد، حتى حين تصدر فيتوضع في أكياس بلاستيكية وتباع بأسعار بخسة لدول تعيد تصديرها وتبيعها بأضعاف سعرها. لا زال جماعتنا يصدرون التمور بقواني، أقواني المستعملة يخلون بها التمر ويكبسوه ويودوه للإمارات، وهناك بالإمارات يطلعوه مرة ثانية يسوون له إعادة تصنيع، يغسلوه وينظفوه ويعبوه بطريقة ويبيعوه يمكن خمس أضعاف سعره اللي يشتروه به. وظهرت محاولات فردية من بعض أصحاب المحلات عمدوا إلى تعبئة وتغليف أصناف التمور
وإضافة مطيبات ومكسرات لها، مما زاد من تهافت الناس على شرائها. سابقا يعني معروف التمر البصرة يعني بالمكبوس والمعسل، فبدت شوية شوية يعني ظل يتطور المحشي بالجوز. هسه حاليا سوينا شغل جديد عندك هسه مثل هاي العلب تمر بالكاكاو. وأعلنت وزارة الزراعة عن بدء تصدير التمور العراقية إلى مختلف دول العالم، وتوقعت وصول الكميات المصدرة هذا الموسم إلى نحو 700 ألف طن. عدم تعبئة التمور بطريقة حديثة من أجل تسويقها لن يعود بمردود اقتصادي على المزارعين حتى وإن زاد الإنتاج خلال هذا الموسم أو المواسم المقبلة بحسب أصحاب الشأن. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. أول شاعر عراقي يمثل أمام محكمة جزاء بغداد الأولى بسبب قصائده العارية. حسين مردان تستذكره الأوساط العراقية الأدبية والصحفية بوصفه أحد مؤسسي حرية التعبير والفكر المتجدد. في حزيران 1950 عقدت محكمة جزاء بغداد الأولى جلستها الأولى لمحاكمة الشاعر حسين مردان عن ديوان قصائد عارية، ومن ثم توجه الحاكم إلى المتهم ببعض الأسئلة وتولى الشاعر الرد عليها، وكان بينها سؤال عن سر تسمية الشاعر لديوانه بقصائد عارية، وقد رد على ذلك بقوله إن الشاعر يجب أن يكون صريحا في تعبيره عما يختلج في نفسه، ولم أتوخى في قصائدي إلا إظهار الحقائق عارية ليتبينها الناس. هو الشاعر المتمرد الذي أحيت الأوساط الأدبية العراقية قبل أيام ذكرى رحيله في العام 1972، وكان علامة فارقة بل رائدة في حرية التعبير التي تبدو اليوم أم القضايا في العراق، لما تتعرض إليه من أخطار كما في الهجمات التي تعرض لها شباب تشرين في انتفاضتهم. وإذا كانت المحكمة البغدادية قررت في اليوم 9 من تموز عام 1950 الإفراج عن الشاعر وديوانه، إلا أن حسين مردان ظل علامة على حرية رأي وتعبير تميزت بها سيرته منذ بواكير حياته، حين ولد ببعقوبة مركز ديال اليوم لأب شرطي كان يخدم هناك، مع أنه بالأصل من مدينة طويرج التابعة لمحافظة بابل. ولبراعة في اللغة وصوغ الأفكار المختلفة كان حسين مردان علامة صحافية مرموقة فزامله كتاب وأدباء كبار أمثال الشاعر سعد يوسف والروائي الراحل غائب طعم فرمان. وكان من بين مؤسسي مجلة العراق الأولى ألف باء التي ظلت كتاباته فيها علامة فارقة في اللغة والأفكار، مثلما ظلت مخلصة للحرية التي كانت قضية حسين مردان الأولى والوحيدة. اليوم نستعيد حسين مردان علامة عراقية أصيلة أخرى للحرية والفكر المتجدد المختلف. مع انهيار أسعار النفط عالميا تعالت أصوات تطالب العراق بالاستثمار في قطاعات أخرى عوض الاعتماد شبه الكلي على مداخل النفط. من ضمن هذه الموارد الاستثمار في الجواميس وحليبها الذي يعد العراق أحد أبرز مربيه عربيا، إذ يحل في الرتبة الثانية عربيا بعد مصر. سعر حليب الجاموس أغلى من سعر النفط، فماذا لو استثمرنا في الذهب الأبيض عوض الاعتماد الكلي على الذهب الأسود؟ هي ليست نكتة بل حقيقة تفرض نفسها في زمن كورونا الذي غير موازين الاقتصاد العالمي بعد انهيار أسعار النفط. هنا تدوينة تقارن بالأرقام سعر برميل النفط مع نظيره من حليب الجاموس، فحسابيا إن كان سعر اللتر الواحد من الحليب يساوي 3000 دينار فإن البرميل منه يساوي 500 دولار، ضعف ثمن برميل النفط 16 مرة والذي يساوي 40 دولارا حاليا.
هنا في الأهوار الجنوبية المعروفة بجواميسها يعتمدها شق كبير من السكان موردا للرزق، مصدر تراجع في الأشهر الأخيرة بسبب كورونا وبسبب غياب الدعم من قبل السلطات المعنية. أول ما صار هذا الوباء مع الكورونا يعني تأذينا بشكل، سعر الجاموس هبط، الحليب اللي ينتج من الجاموس توقف، حضرة تجوال تعري ولا أعلاف توصل، يعني تأذينا بشكل. ليس المربون وحدهم المتأثرون، المسوقون أيضا دفعوا حقهم من الضريبة. الحليب نجيب احنا منها نجمع من الهوار من الجاموس وناخذ نبيعه بالقرنة بالمجر على المحافظات نوزعها، هسه قام ما حد ياخذ بعد، قاموا يجيبون كمية كلش قليلة ما تمشي بسبب الكورونا. يربى الجاموس عادة في المناطق المحيطة بالأنهار، ما يجعل تربيته مهددة بالتراجع المستمر مع تراجع نسب المياه والجفاف، إذ تراجع عددها من أكثر من مليون رأس إلى أقل من 200,000 في العراق، يحل في الرتبة الثانية عربيا بعد مصر. مشاهدينا، هذا تذكير بعناوين النشرة. قبيل توقيع المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير، مدير المشروع الكوري ينتحر لأسباب غامضة. 80 موقعا سريا مرتبطا بطهران، هدف واشنطن بعد إغلاق سفارتها في بغداد. عقوبات أمريكية تطال 18 مصرفا إيرانيا، وظريف يعدها استهدافا للغذاء والدواء. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.